تدخل إلى المطار تجد نفسك أمام باب زجاجي وأنت تحمل في يديك حقائب السفر، بمجرد أن تدنو إلى هذا الباب الزجاجي تجد أن المصراعين قد تجافيا، الواحد منهما عن الثاني وكأنه عم لك تفضل. بتقول لحالك هي صدفة، مريت أخذت تنظر وإذا بكل ما دخل داخل تفتح هذا الباب أمامه ثم عاد فوله، كل ما أقبل إنسان فتح مصراع هذا الباب أمامه ثم عاد فأغلق. ماذا تقول في هذه الحالة؟ تقول جزى الله هذا الذي صنع هذا خيرا، والله إنه هذا إنسان وبعدين عبقري. طيب أنت ما شفته، كيف عم تؤمن بشيء غيبي؟ بيقول هنشوفوا هذا، هذه نتيجة فكرة. رأيت هذين البابين وعلمت من خلال تحركهما القاصد وجود من قصد فأوجد، ولم ترى في هذا الكون كله هذه الظاهرة التي ترشدك إلى من دبر. ماذا يقول الملاحد الآن عن العلة الغائية؟ هنا يطيش حجر الإلحاد، وهنا تجد أن الدوار يتحكم بهم، لا يعلمون كيف يخرجون من هذا المأزق. ظاهرة التدبير موجودة في الكون، كيف بدنا نهرب من المدبر؟ لكن الوقت قد أدركنا. سنتكلم الآن عن موقف ملاحدة عن العلة الغائية وكيف يفرون وكيف نلاحقهم في فرارهم.